علينا يا ضنايا. ان شاء الله يا ماما. قولي على اخواتك. اول ما تعودي ابعت لنا العنوان ودوري لك على شغلانه يكون قرشها كويس. امك عندها فشل كلى وبتعمل غسيل، واخواتك مصاريفهم كتير. مع السلامه. حاضر يا بابا. مع السلامه. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. مع السلامه بقى. على فين؟ ايه ده؟ السلام عليكم. انت مين ولا مؤاخذه؟ ياسر عبد الحق، مباحث اموال عامه. عايزين بس الانسه في كلمتين. انت عملت حاجه يا بنت؟ لا لا مؤاخذة، لا عندنا أموال عامة ولا أموال خاصة ولا أموال من أصله. عاوزين مننا إيه؟ يا بيه أنا بنتي مالهاش دعوة، كله من مروان بيه ده. أيوه، هو اللي في الأول والآخر هو اللي غلطان. ما تخافيش يا حاجة، هي مش متهمة في حاجة. إحنا بس عايزين ناخد منها كلمتين كده عن هايدي ومروان والفلوس وهنمشي على طول. تفضل يا باشا، تفضل تحت أمرك. أو مهله، تفضل سعادتك، تفضل. خشوا يا بنات يلا. تفضل أنت كمان. ما طلعتش من نجوان بأي حاجة مفيدة. ونادر سكته اتقفلت، وهايدي ملهاش وجود اساسا. شكلي اروح لاسماعيل بيه واخليه يسلم القضيه لاي حد تاني غيري. ما تبقاش عبيط، دي اول قضيه تمسكها. هتروح تقول لهم ايه؟ مش عارف اشتغل؟ تروح مرور بقى بعد كده ولا ايه؟ مش عارف بقى. انا فاهم احساسك ده. انا كمان عمال الف حوالين نفسي عشان اجيب العيال اللي حرقوا الجمالات المحل. مش عارف اوصل لخيط حتى. بعدين يا اخي مفيش حاجه كبيره يعني تخلي حد يعمل كده. سيبك من المحل، انت عامل ايه معاه؟ طلبت ايدها. يا نهارك اسود، طلبت ايدها وش كده من غير ما تسالني، من غير ما تفكر في اي حاجه؟ يا عم بس هي توافق، وانا حاسس ان هي كمان بتحبني، بس يعني زي ما يكون كده في حيطه بيني وبينها. مالك يا عم انت، في ايه؟ تنح كده ليه؟ انا عارف الست اللي في الصوره دي. ست ايه يا عم انت؟ ما تحترم نفسك. بقولك طلبت ايدها. وانا بقولك انا عارف الست دي كويس، بس مش فاكر شفتها فين. تكون ممثلة، مغنية، مذيعة. ايوه، ما انا كمان بحس كده لما بشوفها. بس عادي يعني، هما الحلوين كده كلهم شبه بعض. ماشي يا عم الحلو، ما انت دايما واقع واقف، ربنا يوعدنا. نقوا علينا بقى. الحمد لله على السلامة. نادر؟ هتفضلي ساكتة كده؟ عاوزني أقول لك إيه؟ آخر مرة شفنا بعض كنا هنا في نفس المكان ده. كان فاضلنا حوالي شهر على ميعاد الفرح. نشتري الحاجات الأخيرة. وبعد كده سيادتك اختفيتي. أكيد في كلام كتير وحاجات عايزة تقولي لي عليها، ولا إيه؟ هو أنت لسه فاكر تسأل عليها دلوقتي؟ كنت فين لما مروان أجبرني أنا أسافر معاه بالعافية؟ وكنت فين لما أجبرني أنا أشارك معاه في لعبته الواطية دي ضد هايدي؟ وأطلع كأني واحدة وحشة وخنت صاحبتي الوحيدة اللي اتربيت معاها؟ كنت فين ساعتها؟ وما سألتش عني ليه؟ ياه، وإيه كمان؟ بص يا نادر، إحنا ممكن ننسى اللي فات. أنا خلاص قدرت أهرب من مروان ورجعت على مصر. أنا رجعت عشانك، عشان نتجوز ونعمل شهر العسل ونعيش مع بعض وننسى كل اللي فات. انا لسه بحبك. على فكره انت مش متصور قد ايه حط لي اغراءات قدامي عشان اتجوز، بس انا رفضت ورجعت عشانك. نادر انا لسه بحبك. للدرجه دي انت شايف ان انا انسان ساذج عشان كنت بحبك؟ اللي قال لي انك رجعتي مصر قال لي كمان كل حاجه حصلت هناك. انت خلاص خلص مروان وخلصت هايدي وخسرتي كل حاجة بسبب جهلك وقلة إحساسك. لسه فاكرة إن أنا العبيط الوحيد اللي ممكن يصدقك واللي يمكن تطلعي من وراه بأي حاجة. اسمعي، أنا مش هقولك أنا بكرهك أو بحتقرك أو أي حاجة من الكلام المهذب ده، بس عايزك تعرفي إن أنا زعلان قوي من نفسي، لأن قلبي ده في يوم من الأيام حب واحدة زيك.